مساء الفل، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اول يوم في الانتخابات المصريه 2024. اتمنى من كل واحد يؤدي دوره الانتخابي وينزل يدي صوته، مش عشان خاطر اي مرشح، عشان خاطر مصر. اللي عنده علم مصر ينزل وينزل ويشارك في الانتخابات ووريهم صباعك. تمام، انزلوا يا جماعة. بغض النظر انت هتدي صوتك لمين، احنا هنا بننتخب عشان مصر، عشان يعني الحس الوطني بتاع كل فرد فينا. مينفعش نبقى سلبيين، لازم كل واحد فينا يبقى ايجابي، يستفيد بصوته الانتخابي، يديه لأي شخص هو عايزه، ليه مطلق الحرية. يعني انا بعتقد في رأيي الشخصي ان اي حد مش هينزل مهما كان رأيه في اي مرشح فده سلبية كبيرة جدا. انت بتنزل عشان تحقق، بتنزل عشان مصر، وبتنزل عشان ولادك بعد كده من بعدك يعرفوا ان دي حاجة وطنية لازم تتعمل، ده حقك بغض النظر هترشح مين او انت راضي عن مين او مش راضي عن مين. بس ده رأيي الشخصي، واتمنى انك انتوا تنزلوا. عندنا فرصة 3 ايام، كل يوم من 9 الصبح ل 9 بالليل، في وقت، محدش يقول لي مفيش وقت، وان شاء الله يبقى ايام كويسة وكلها خير، الفترة الجاية تبقى كلها خير على مصر وعلينا كلنا. نشوفكم ان شاء الله بعد الانتخابات، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يلا يولي، مومباي، تعالوا ننتخب، تعالوا ننتخب، باي باي، باي باي، اتمنى تنزلوا، باي باي.